المثل الأول يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذا عملت صدقة ما تخربها، ما تمحيها بتربيح تجميلي هذا المن، والأذى أنك تجرح مشاعر الإنسان بالحكي أنك دائما أنك أنت خدمته. مثل إيش؟ الله أعطى المثل، قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اللي بيصرف ماله، بيصرف مال كتير، يا ما في ناس بالعالم بيصرفوا فعلا أموال على مشاريع وعلى فقراء وعلى مصالح للناس، لكن بهدف السمعة. هن بدون الناس إنه يقولوا عنهم والله أولي ملاح أولي كرمة أولي خدموا الناس، بس مش أكثر من هيك، كما يفعل كثير من الناس كانوا زعماء أو غير زعماء. هذا أعطى مثل القرآن، شو بيقول؟ بيقول: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان هو الصخر، صخر كبير، بيكون صخر صلد يعني صلب يعني قاسي، شخص صخر جامد كتير، في صخور سواء كانت سوداء أو بيضاء بيكون صخور كتير قاسي. قال: هذا الصفوان الصخرة الكبيرة، صخرة مساحتها مثلا 10 دنم كتير كبير، لكن عليها تراب، قشرة تراب، عليها 5 سنتي تراب على هالصخرة المالسة الطويلة. طيب هاو الترابات أول شيء إذا زرعنا فيهم وإجا الشتاء بيجرف الترابات وبيخلي الصخر يبين، وإذا بين الصخر ما في تزرع عليه، الصخر ما بيزرع عليه. وحتى إذا ظل التراب، لو إجا شتاء خفيف وخلى التراب، التراب لأنه سماكته بسيطة رح يجمدوا على بعض ويكونوا قراب من الصخر. إذا كان علوهم 5 سنتي لما بصيروا مي بصيروا 3 أو 2 سنتي. في حدا عاقل بالدنيا بيزرع شجرة مثلا بالتراب 2 سنتي؟ ما بتطلع شجرة. فقال: هذا اللي بيعمل عمل كرمال الناس، هذا مثل اللي عم بيزرع بيشري براني من التراب كأنها مبينة إنه تسوى للزراعة، بس الحقيقة عم بيزرع بالصخر والصخر ما راح ينبت. وهذا عم بيزرع عمل الخير بالناس، وزراعة عمل الخير بالناس بدون أن يكون لله تعالى سهم في هذا العمل، أن يكون هذا العمل تقربا إليه، ما راح يكبر، ما راح الزرع يطلع ولا راح يثمر. هذا المثل الأول. طيب بس هالمثل هذا اللي ضربه ربنا، لو إجا واحد يسألنا إن شو السبب إنه ما طلع الشجر مع العلم إنه في تراب وإجا عليه مي، يقول يا حبيبي المشكلة مش بالميات ولا بالترابات، المشكلة إنه المكان ما بينفع لزراعة شجر. الشجرة بيقولوا بدها عمق 70 سنتي أو 80 سنتي أو متر، وفي بعض الشجر بده أكثر من متر من التراب، فبتروح بتزرع لي باثنين سنتي كيف بده يطلع الشجر؟ الإشكال لا بالمطر ولا بنوعية التراب، الإشكال إنه المكان سمكه ضعيف جدا ما بيتحمل إنك تزرع فيه شيء. كذلك العمل الصالح، العمل الصالح مظهر برا منيح، هذا صخرة ولا تراب منظر منيح جيد، بس الحقيقة ما بينفع للزراعة. كذلك العمل اللي بيكون رياء الناس أو رياء الناس بيكون لأجل الناس، هذا عمل غير مثمر وما بينفع من ربنا عز وجل.